نروح للكابتن سمير عثمان مباراه الاهلي والطائي. تفضل كابتن. بس نرجع بس المشاهد كان في نقطه نظام اللي هو المغربي اللي هو بيقول الحكم الامريكي الاصلي المغربي هو طبعا المغاربه في حكام كويسين جدا وعراسهم رضوان جيد اللي لعب نهائي البطوله العربيه، لكن محمد فاتح النهارده لا هو بيقول ما روحش للفار، ده النهارده راح للفار في ثلاث حالات كبيره، عنده ركله الجزاء مش هو اللي حسبها الفار، الغاء الهدف مش هو اللي لغاه لا لا هو اعتقد كان اعتقد مداخلته كانت تتعلق بسرعه اتخاذ القرار مع الفار، يعني ما كان بيتاخر، اعتقد ان انا فهمت كذا. ما يعني حتى لو سرعه احنا عندنا حاجه اهم من السرعه مستواه، انت اما الحكم يتدخل الحكم الفار يتدخل في ركله الجزاء هو اللي يحسبها، الفار هدف يلغي الفار يحسبه، كارت احمر الفار هو يحسبها، ثلاث حالات تنقص اي حكم. المهم نروح لمباراه الاهلي والطائي اللي ادارها طاقم حكام سويسري في دايسان، عندنا اربع حالات، طبعا اخر مره لعب المباراه كان للاهلي برضو كان سنه 2018 الاهلي والشباب والاهلي كسب 3-2. عندنا اول حاله كانت في الدقيقه 30 مطالبه الاهلي ركله جزاء، اما نيجي نبص الخطا لا توجد ركله جزاء، الخطا ان وجد فهو خارج منطقه الجزاء، خارج منطقه الجزاء الخطا اللي تم ارتكبه لعيب الطائي بس الحكم ما حسبوش انما هو خارج منطقه الجزاء. الحاله الثانيه مركبه، مراجعه الفار وطرد الفا لاعب الطائي لاستخدام القوه الزائده، اما نشوف هنا كان في لعب في مشاركه، هنا الحكم احتسب امر باستمرار اللعب، وبعد ما امر باستمرار اللعب عشان كان في ادفانتج لفريق النادي الاهلي وقف الكوره وراح ادى الانذار، لكن حكم الفي ار استدعاه قال له لا ده الكوره دي مش تهور ده استخدام قوه زايده. ولما نيجي نشوف دخول الفا لاعب الطائي على القدم الثابته للارض للمهاجم النادي الاهلي، طبعا هنا في استخدام قوه زايده خلاص الكوره ما بقتش في اللعب، استخدام بالستادز بتاع الحذاء يستلزم طبعا الكارت الاحمر وده كان قرار سليم من حكم الفي ار. عندنا في الدقيقه 7 اللي هي بعد نهايه الشوط الاولاني الوقت المحتسب بدل الضايع وقبل ما الفرقه تخرج خارج لبس اخذ الراحه لاعبي النادي الاهلي يطالبوا بركله جزاء، اما نيجي نبص الكره الكره اصطدمت في ظهر لاعبي نادي الطائي ولا توجد ركله جزاء، وهنا الحكم طبعا تصرف ممتاز لان بعد كده هو صفر لانهاء الشوط الاولاني امر اللعيبه ولا واحد فيهم يخرج قال لهم لا استنوا عبال ما نرجع اللعبه. ايوه بعد كده عندنا الحاله الرابعه كابتن سمير بالنسبه لحق الكره حاله انا كان في وقتها كره الطرد اللي تم رجع للفي ار، طيب لو تسجل هدف هذه الحاله كابتن سمير هل يعود بالنسبه لعمليه الغاء الهدف واحتساب الطرد؟ لا اسمع من حضرتك كابتن يعني قول لي هيعمل ايه؟ حضرتك قول لي. لا المباراه عندك انت اللي حللتها فبالتالي الحكم القانون يقول بالنسبه لعمليه إيه؟ القانون يقول بالنسبه لعمليه حاله الطرد لا يعطي تحت فرصه. ماشي هو خلاص هو عشان هو كان تقديره يا كابتن فودة من الاول غلط، هو تقديره ما حسبش انها تأجيله الاول ان هو مديها انذار عشان كده امر باستمرار اللعب، ودليل على كده اول ما الكره لعبت ادى انذار ده رقم واحد، ثاني حاجه مين ادى الطرد؟ مش الحكم، حكم الفار، انا كان كلامي واضح جدا في الكره هو ادى اتاحت فرصه وبعد كده رجع للانذار، لكن حكم الفار قال له لا ده مش تهور ده استخدام قوه زايده اللي هو نعم. الطرد. وايضا بالنسبه للقانون طالما ان الحكم طبق اتاحه الفرصه الحاله كانت تستوجب الطرد وتلعبت الكره واتاحت الفرصه ترجع الى الانذار. لا ما عدا استخدام القوه الزايده. ما عدا استخدام القوه الزايده. استخدام القوه الزايده برجع للطرد. الكلام ده لو في التهور. طيب. ارجع للانذار او ما ادلوش، انما استخدام القوه الزايده لا يبقى في لازم ارجع برضو للكارت طيب. الاحمر. نكمل؟ عندنا نكمل. عندنا الحاله الرابعه في الدقيقه 63 سقوط رياض محرز لكن لا يوجد خطا وكان الحكم فيداي السويسري كان قريب وامر باستمرار اللعب لان هو اصلا وقف على الكره وكان قراره سليم باستمرار اللعب ولا يوجد خطا. في حاجه حصلت في بدايه الشوط الثاني الكوميونيكيشن سيستم وقف بين الحكم الفار والحكم المباراه والحكم الرابع وطبعا ما شاء الله واضح ان عبد الرحمن السلطان الحكم الرابع واضح ما شاء الله بيتكلم لغه انجليزيه بطلاقه حل الموضوع بسرعه وكلم الحكم وهنا ادى تعليماته لعبد الرحمن السلطان يبلغ المدير الفنيين الاثنين انه يلعب من غير في ار وبرضه حكم المباراه نزل لارض الملعب واستدعى كابتن قال له انا هلعب من الفي ار. المعلومه دي انا بقولها ليه؟ عشان اما الفار يقف المباراه ما تقفش ممكن نستكمل المباراه بدون اي فار لان الفار لا يمنع واما يبوظ لا يمنع استكمال المباراه. دي كانت اهم حالات مباراه الاهلي والطائي.